شكرا للزميل الأخضر بريش. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معا في لقاءات بطولة أمم إفريقيا، البطولة 31 هنا في الجابون بالتحديد 2017، معا في آخر لقاءات الدور الربع النهائي ما بين مصر أول المجموعة الرابعة وصاحبة السبع ألقاب والوصافة مرة واحدة وغياب ثلاث بطولات، ولكن عادت بالباب الكبير أمام منتخب المغرب ثاني المجموعة الثالثة والذي حقق لقب 76 ووصافة في عام 2004. ملعب فور جانتي أمامنا في هذه اللحظات، الجماهير المصرية الجماهير المغربية، ديربي شمال إفريقيا، كل التوفيق للمنتخب المصري في هذه المباراة، ونتمنى إن شاء الله تكون مباراة تحظى بالروح الرياضية وتحظى أيضا بالأداء، ونتمنى أن تكون المباراة لائقة من خلال أداء لاعبي المنتخب المصري بإذن الله. أشرك 18 لاعب حتى الآن في مشوار البطولة، المنتخب المغربي أشرك 17 لاعب، أدي حكم مباراة اليوم، حكام الخبرة اللي أمامنا، أنار في أمم أفريقيا 2015، تونس وكاب فيرد، وأدار أيضا الكاميرون ومنتخب كوت ديفوار، وكان أدار نصف نهائي ما بين غانا وغينيا الاستوائية في النسخة البديلة. انطلقت المباراة على بركة الله، كل التوفيق لمنتخب مصر في هذا اللقاء إن شاء الله، ونلحق بركب الفرق اللي تأهلت. منتخبنا منتخب مصر، محمد صلاح عاملها حلوة قوي، علي جبر رأسية محاولة ترتد، وادي فرصة المحمدي وتغير اتجاهه، فرصة أولى فرصة أولى فرصة أولى أحمد المحمدي، يا راجل حط وشك، رجلك أقوى من كده يا راجل، سدد أقوى من كده، أدي أمالنا أول كرة، أول فرصة أحمد المحمدي، أدي انطلاقة من منديل خطيرة، الكرة كرة عرضية خطرة جدا، سرعة سرعة عند حمزة منديل أمامنا هنا في اللقطة الماضية، انطلاقة أول لقاء لي كان أمام ساوتومي في التصفيات المؤهلة، مجموعة اللي كان فيها كل من ساوتومي محمد صلاح، ترجع للمحمدي عرضية حلوة، مروان دوك يا مروان، ترجع لتريزيجيه، يا فرصة يا فرصة يا فرصة، تضيع من تريزيجيه الفرصة الأولى، فرصة حلوة حلوة. ادي امامنا هنا حارس المرمى نومانسيا بيلعب في الدوري الاسباني، اللاعب اللي في نومانسيا درجه ثانيه، مدير المحمدي، وكره تريزيجيه قويه في الزاويه الضيقه، وفرصه كبيره مصري، لكن باديه حلو، يعني محمد صلاح يلعبها مباشره على القائم البعيد، حجازي صراع في اللقطه الماضيه لكن في دفع، احمد حجازي سجل هدف دولي وحيد كان في مرمى بوتسوانا. شوف امامنا الارتقاء، صراع مع مانويل مروان دا كوستا لاعب نادي اولمبياكوس اللي عنده 30 سنه، ومعاه ايضا كريم الاحمدي اللي في هذه اللقطه لاعب نادي فاينورد، احتفل يوم 7، اتكلم على منديل، مركزين على هذه الجبهه، وادي كره عرضيه خطيره، وحجازي يا ولد يا ولد يا حجازي يا ولد يا احمد يا حجازي، لسه كره القدم المصريه شال كوره روعه. بص هنا بقى بيحضروا في الجبهه اليمنى للمغرب، الجبهه الشمال لمنتخبنا، لازم هنا قوي على، بص هتلاقوا دايما لاعب امام الحضري في هذه الكرات، كره تبعد وراسيه لكن الحمد لله على طول يلعبها رومان سايس امامنا هنا في اللقطه الماضيه اللي سجل في مرمى توجو بالراسيه. شوف امامنا الاعاده بينوعوا، كنا بنتكلم بيلعبوا دايما الركنيات على القائم البعيد، وادي مروان لمس وكمل فيها الديفور، ادي امامنا هنا فيصل فجر، الكره العاليه حصار المصري لازم يكون اقوى، شوف هنا الكره العاليه دايما بتتلعب على الجانب البعيد، ومتقدم اللاعب مانويل مروان دا كوستا، ولكن تصل سهله، كوستا عمل عرضيه خطره خطيره خطيره خطيره، الكره في اللقطه الماضيه كرة خطرة جدا لمنتخب المغرب، كان ممكن يخطفوا هدف في اللقطة الماضية، شوف هنا كرة اهو مروان دا كوستا اللي تقدم قلب الدفاع وعدت الكرة ومرت من اللاعب رومان سايس، ومرة تانية بقى لازم التعامل، دي الكرة دي لازم تبعد أقوى من كده، أدي أمامنا علي جبر طبعا في منطقة صعبة، يا دوبك لمس وكرة يعني، واللي كان لعب أيضا في ساندرلاند شوط أول انتهى بالتعادل السلبي هنا في ملعب فور جانتي ما بين مصر والمغرب في لقاء ربع النهائي الأخير المؤهل لنصف النهائي، انتظار منتخب بوركينا الفائز في هذه المباراة، تعادل سلبي ليس بالشوط الأول من الفرص الكثير، وإن كان أبرزها كرة تريزيجيه اللي كان أنقذها المحمدي. المدرب الفرنسي رينار اللي تولى قيادة المنتخب في فبراير 2016 في مواجهة مع هيكتور كوبر، هيكتور كوبر مع المنتخب المصري من عام 2015. ادي امامنا هنا الشوط الثاني انطلق، على يمنا المنتخب المصري وعلى شمالنا منتخب المغرب، انطلاقه من اللاعب نبيل درار خطره، لكن شوف ارض الملعب عملت ايه،
شوف ارض الملعب عملت ايه في الكوره. ادي اول كوره من دولار، شوف عدى وفات. فارق السرعه قله الخبره عند اللاعب كريم حافظ النهارده يعني واضحه جدا في هذه المباراه، كان خيار المشاركه بهذا اللاعب. خد كرة حلوة صلاح، خد كرة حلوة من اليمين يا صلاح، يا فرصة. ادي الفرصة معمولة حلوة قوي من عبد الله السعيد لمحمد صلاح، ومحمد صلاح جات له على يمينه وينقذها منير المحمدي. الكرة بتاعت صلاح دي ممكن تخدع اي حارس مرمى، لان التوقع باليمين تبقى في البعيدة، لكن لعبها له في الضيق. هدف مصري ضائع الشوط الاول. فادي امالنا فيصل فجر، نبيل درار، ويا عيني عليك يا عيني عليك يا حضري، يا عيني عليك يا حضري. الحضري حاضر وفرصه هدف نبيل درار، والحضري يشيل كوره من خلال اداء رائع رائع لحضري في هذه اللقطه. بص الكوره تعاملت بفيصل فجر، الجبهه الشمال ما زالت نقطه ضعف، لابد ان نتعامل معها، تعاملت حلوه قوي. وادي نبيل درار عن طريق اللاعب امامنا بوصوفه، يسدد بوصوفه، كره ترتطم في العارضه. اخطر فترات اللقاء مبارك بوصوفه يضع كره ترتطم في العارضه، اخطر فترات اللقاء مبارك بوصوفه يضع كره قويه، ولكن الحضري وايد الحضري يا دوبك لمست ثم ترتطم الكره في العارضه. مؤشرات